مساء الخير مشاهدينا مرة أخرى. أول يوم دوام، توتر وخوف وارتباك، طبيعي كل هذه المشاعر لأنه شيء جديد عليك كموظفة. لكن كيف تخلي اليوم دا يعدي عليك على خير في وسطك وبين زميلاتك ومع إدارتك؟ عشان نعرف كيف ممكن تعدي هذا اليوم، معنا الأستاذة فوزية سيف الوقيت، ممارس كوتش ومدربة تنمية ذاتية. ممكن تعرفنا بالخطوات الأساسية؟ سعد لنا مساك أستاذة فوزية. مساءك طيب أستاذة فوزية. أول يوم صعب جدا على كل موظفة مستجدة في عملها، صحيح. إيش ممكن تنصحيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. في البداية أحب أشكركم على الإعداد، سعيدة بوجودي معكم في هال، إن شاء الله دائما من نجاح لنجاح بإذن الله. بالنسبة لكل موظفة أول ما تداوم، طبيعا احنا من الناس اللي مرينا بهذه المرحلة. طبعا هي فعلا هي مرحلة الخوف، هي مرحلة الانتقال بين انه الكيان الذاتي الى الكيان المجتمعي. هذا شوية يعني الهالات والطاقات اللي تحيط بالإنسان لابد انها تتبرمج عشان يندمج مع المجتمع المحيط فيه، لانه هو كان محدود ما بين اصدقاء وما بين عائلة واسرة، فبالتالي طبيعي التصرفات بتكون يمكن شيء يعني ممكن نقول عليها عفوية تلقائية. صحيح. تلقائية. بالنسبة للعمل لا، يعني يترتب انه يكون شوية في بروتوكولات معينة فيها أتكيت لكل النظام قبل لا يكون هذا النظام أساسا، أنه يعني بدينا ندرس فيه مؤخرا، لكن هي أساسا موجودة في إسلامنا، بس أنه حنا ما عندنا كانت ذيك الثقافة اللي خلينا واو يعني نطلع للمجتمع زي أول طفل لما يدخل أول مدرسة. أي. أول يوم دراسي حيصير أبي ماما أبي بابا، طبعا مشاهد عجيبة. أي. لكن ما بيوصل الموظف يقول أبي ماما أبي بابا، لا هذه طبعا صعبة. والله بتحصل من الضغط من الضغط لأول يوم ممكن تلاقي الموظف يقول برجع البيت أبو أمي برجع البيت. أيوة. دور الراحة لأنه العمل يمكن شوية غير سيستم العمل. أيوة صح. يمكن الرهبة هذه لو نرجعها للأسباب، يعني أغلبها إحنا ثقافة تنمية الذات من الأساس ما هي موجودة عندنا. يعني الطالب يطلع اعتماد على الطرف الآخر، ما عنده اعتماد على ذاته. عشان كذا لو تلاقين دول الأخرى يمكن الجانب الأسري عندهم شوية قليل، لكن عندهم الاعتماد على النفس أكثر من عندنا. صحيح. يعني لدرجة أن الطفل عندنا يطلع الثانوي ولا زال كلمتين على بعض ما يقدر يقولها. المهارات الفردية عندنا ضعيفة. صحيح. جدا حتى يقدر يواجه الحياة. صحيح. طيب أستاذ نرجع لبيئة العمل، سين من الناس موظفة جديدة في هذه الشركة، كل شيء جديد عليها، سيستم العمل، زميلات جدد، إدارة جديدة، حياة مختلفة تماما، وكان يعني زي ما تقولي حياة زوجية جديدة، هذه حياة مهنية فعلا. جديدة من الصفر. كيف تواجه هذه الحياة وكيف تستقبل الزميلات وتتعامل معهم بشكل مريح لها؟ جميل. بالنسبة عادة في أي لقاء سواء كان عمل أو أي مكان آخر أو اجتماعات بشكل عام، الانطباع الأول لأول دقائق الأولى يعني بحدود الربع ساعة الأولى، هذه أكثر انطباع يصل إلى الطرف الآخر. عشان كذا احنا دائما نركز على الفرد أنه اهتم بالانطباع الأول لك. أي. سواء كان من ناحية اتكيت اللبس، اتكيت الشكل، اتكيت الوقت، اتكيت التعامل، المحادثة مع أو الحوار مع الطرف الآخر. طبعا أول شيء لابد أن يعرف بنفسه، دخولك بصمت تأكد 100% أنه النتيجة للطرف الآخر حيكون صمت. أيوة. وبعدين يرجع يقول ما استقبلوني كويس. أيوة. ما يحبوني ولا حد عبرني ولا حد يبيني ولا حد سوالي شيء وأنا فعلا. لكن أنت لما تدخل مو معناته أنه والله أدخل أرقوز ولا لا طبعا، ولا بميانة من أول. أيوة. خمس دقائق يعني كلهم أصحابه كلهم ممكن، بس أنه يعني أول شيء لازم أعرف بنفسي، هذا في أي لقاء أنه أعرف بنفسي، أعرف بأي قطاع أنا بشتغل فيه، يعني سواء كان تعليمي كان إداري كان شركة بأي شيء، بس اني لازم انبههم انه انا فلان الفلاني اعمل في المكان الفلاني.
لانه هي اوريدي ما راح يكون في عنده يعني الطرف الاخر او الزملاء اللي موجودين اكيد ما راح يحفظون من اول يوم، بس طبعاً. انه هي مهاره التواصل مع الزملاء هي اللي تعطي الانطباع الجيد لهم. طيب استاذه فوزيه بسالك سؤال، دحين الموظف دوبه جاي موظف جديد في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، أكيد يعمل حساب علاقته بالمدير. أيوه عاد المدير. أيوه المدير وما أدراك ما المدير. نعم. أنت خلي علاقتك مع المدير كويسة أمورك يعني حتكون تمام. سليمة. نبغى نعرف الآن هل حقيقي إنه علاقة المدير يعني الموظف بمديره هي الأساس ولا علاقته بالزملاء هي الأساس اللي حتريحه؟ نبغى نعرف. العلاقة مع جميع الأطراف. ضرورية سواء مع المدير أو مع الزملاء، لأنه عارفة في ناس دائما تقولك أنا المدير ده صديقي صاحب أبويا هذا واللي يخبص الدنيا تحت مع الموظفين مرة. ومعتمد على يعني صديق العيلة والمدير هذه مشكلة يعني لما يكون في قرابة هذه إشكالية. أنا أقول لك على موقف صار لي أنا طبعا رحت رشحوني على مدرسة في حي المصيف. أنا ما أعرف مين مديرتها ولا شيء. أنا جيت وكانت هي غايبة أول أسبوع أو شيء زي كذا. المهم أنا أول ما داومت الاسم مر علي بس أنا ماني عارفة مين يعني. بعدين هي نادتني قالت لي أم علي إيش تقرب لك؟ قلت هي زوجة خالي. فبعدين خلاص يعني بدينا ناخذ الميانة على بعض. لكن فعلا لا تاخذ انطباع انه والله انا هذا يقرب لي انا خلاص استغلال لانه ممكن يسبب لك تاتش شوي. وانا من الناس اللي ما احب يعني فعلا ترى اجتهدت قدر المستطاع اني اطلع من مدرستها لا مو لسوء هي لسوء شخصها، بس انا ما احب اشتغل مع القريب لانه اما يكون في تساهل صح من احد الطرفين وبالتالي العمليه الاجراء في العمل لن يتم. ايوه وصل يعني كل من يعتمد على اشخاص يعني اكيد انه عنده نقاط ضعف كثيره صحيح. هو فعلا حيتباهى بالعلاقات بيكون في معرفه كثيره لنقاط الضعف ونقاط القوه ويمكن اذا كان مدير متسلط حيشتغل على نقاط الضعف اكثر ما يشتغل على ما طيب. راح يركز ابدا على النقاط. طيب استاذ فوزيه نرجع للب الموضوع وابغى اقول لك دحين موظفه سين هذه موظفه جديده في هذه الشركه، ايش الاشياء المفترض ان هي تتجنبها في اول يوم عمل؟ ايوه في اول يوم طبعا من الضروري انه الحدود العلاقات مع الزملاء تكون رسميه بشكل عام لانه على قولك لو فتحت باب الميانه بالتالي اما ان يستغلونها اكثر وبالتالي هي تقول والله شغلوني كثير او انه يعني بيصير بينهم لما تطلب امر ما راح ينفذونه وممكن تصير تتشات لانه هي ما تعرف نفسيات الناس اللي صحيح. حواليها يعني هي من المهارات اللي مطلوبه مهارات القياده وليس مهارات موظف ولا مهارات مدير. هذه المدير عادة بيكون تسلطي أما القيادة بيكون تخطيطي وبالتالي بيأثر على الزملاء وبيكون النتيجة أنهم يتقبلون الأمر بكل سهولة. أيضا من اللي مطلوب مع المدير أنه تكون علاقته رسمية جدا. في ناس من اللي كانوا يجوني كاستشارات تقول لي لا أنه أول شيء أنا أروح قالوا لي حسني علاقتك مع المديرة عشان تمشي. المدير مهما كان صح. إن لم تكن تعمل فأنت لا شيء. أي بالضبط هذا المطلوب. يا أنت اعمل خليك مخطط يعني أنت لما تدخله بخطة ادخله بتفكير ادخله بنتائج لكن انه تدخل عشان والله انا بحسن علاقتي معاه وما ادري ايه هذه ما راح تفيدك. في يوم من الايام حيقلب عليك اكيد. ايضا سامعين سامعين مشاهدينا هذه نصائح جدا مهمة، لا تعتمد كثير على مديرك، لازم تعتمد على إنجازك وإنتاجك صح. وعملك الحقيقي مهما كان حتى لو كان المدير الأبو يعني عاطفة الأبو حتظهر بس برضه هو يبغى عمل لأنه هذا مكان أهم شيء فيه
الانتاجية وليس الهدف فيه علاقات شخصية. أيضا ما أفضل أنه يكون صح أن دائما نسعى أنه يكون لابد في تدريب أقرأ. يعني إيش؟ أنه ألاقي زميلة معي أخليها هي القرين لي في أنه تساعدني في تطوير ذاتي، في تطويرها هي. دائما نسعى مع بعض أنه والله مجالات اليوم في برنامج يفيدنا، برنامج فكرة تساعدني أنا وياك. تدريب الأقرب ممتاز بس لا يصل لحدود أنه أحولها من زميل إلى صداقة عامة. أيوه. لأنه عادة في تطشات في العمل. لأنه دائما في مصالح وفي أهداف. صحيح. لكن لما أنا أفصل العلاقات الشخصية عن العمل، بالتالي مهما كان الطرف الآخر لما يخطأ هذا شيء عادي وارد. أيه. لكن لما أنا أحولها العلاقة إلى علاقة شخصية، بالتالي أكيد 100% أنا بتوقف العمل. أيوة، وما حقبل يعني بعد كده أقول أنت صديقتي كيف. أيه خلاص، ليش سويتي فيني وسويتي. أيوة حندخل في باب ما يتقفل أبدا، ما له. وبعدين بوقف عن العمل، روح شوفي لك أحد ثاني. أيوة. عشان كذا في لابد حدود في الصداقات. طيب أستاذة فوزية، فريق الإعداد حضر لنا 5 نصائح للموظفة المستجدة، حنشوف هذا التقرير وبعدها نعلق عليه، ايش رايك؟ باذن الله. لليوم الاول في العمل اهميه خاصه، فبعد اجتياز المقابله الشخصيه والحصول على الوظيفه الجديده، يجب ان تستعد الموظفه لاول يوم لها. وقد يبدو الامر مقلقا في البدايه، فكيف تستعد الموظفه الجديده لهذا اليوم؟ نقدم لك سيدتي 5 نصائح مهمه للموظفه المستجده في اول يوم لها. اولا، احضري مبكرا وارتدي ملابس مناسبة، فيجب أن تأقلمي جسدك على مواعيد العمل، ويستغرق الأمر 2 من النوم المبكر للتعود على الاستيقاظ مبكرا. تخلصي من أخطائك السابقة، إذ يمثل العمل الجديد فرصة لانطلاقة جديدة، وهنا لابد من دراسة الأخطاء السابقة التي قد مررت بها في العمل السابق وتفادي تكرارها في هذه الوظيفة. جهزي نفسك عند يوم المقابلة الشخصية، فعليك جمع كل المعلومات المتاحة حول جهة العمل لتتعرفي على تاريخها ومجال عملها ومنتجاتها وأهم المشاريع التي ساهمت فيها، فهذه المعلومات ستكسبك المزيد من الثقة. ابتسمي وعاملي من حولك بلطف في أول يوم عمل، ارسمي ابتسامة كبيرة على وجهك وارفعي رأسك وانظري في وجه من يحدثك، وعليك أن تعاملي من حولك بأدب ولطف بغض النظر عن درجته الوظيفية. تعرفي جيدا إلى وظيفتك وناقشي مع مديرك أو مشرفة العمل مهام وظيفتك وطبيعتها ومقتضياتها، واطرحي الأسئلة كما تشائين بحيث يكون لديك تصور واضح عن وظيفتك الجديدة، فمعرفة وظيفتك ومتطلباتها من أول يوم سيوفر عليك الكثير. أستاذة فوزية، هذه 5 نصائح للموظفة المستجدة، إيش رأيك؟ تحب تضيفي؟ عندك إضافة؟ جميل، فعلا مرة ركزت على فقرة مهمة اللي هي حقة الابتسامة. البشاشة في كل شيء تعطي انطباع للطرف الآخر أنه أنت شخص مريح. في عندنا مهم مع الابتسامة، يعني هذا اللي حبيت أضيفه، عندنا المصافحة. يعني احنا في عندنا مشكلة مهمة كبيرة، يعني لازم السلام على الخدين هذه. أيوة. يعني لو في ناس يتفننون يمين يسار ويسار. أيوة. يمين ما شاء الله، كلنا في عزيمة في مجلس. أيوة. انا ما افضل بشكل عام، هي ليست موجودة في الاسلام نهائيا. حسب الحديث أنا ما أذكر نصه، لكن قال له ألتزمه، يعني هل أقبله أنحني له، لأنه أول بالعادات قبل الإسلام كانوا ينحنون، فقال لا، كلها لا. لما قالوا يصافحه قال نعم. الدليل في هذا الكلام لابد تكون المصافحة مصافحة جنتلمان. إيش هي المصافحة؟ أنه
كيف صافحك بهذه الطريقة بحيث أنه ما فيها لا سلام ولا غيره، بروفيشنال أكثر، محترفة أكثر. نعم، غير أنه أنا بعطي إيحاء للآخر أنه في حدود بيني وبينك، ما يعني مو معناته أنه والله بصافح من فوقية، لأن في حالة الفوقية وفي حالة الدنيا وفي الحالة اللي هي الحالة الحميمية، هذه لا تصلح نهائيا في العمل. اللي هي حكاية والله ما شاء الله يقابلون بعض الأحضان ويا عمي أنت قعد في بيتك الله يهديك، بالذات عند البنات، عند يعني البنات في أكيد في يعني. وسط البنات كثير يعني في شباب مستحيل يعني هي زين إذا ما على الكتف وخلاص من جد. هي صح السلام هو الأفضل، ومعها ابتسامة ونظرات في العيون. جميل، من الابتسامة ونظرات العيون نختم فقرتنا معاك أستاذة جميل. فوزية سيف ألوغيت، استشارة تطوير ذات وتنمية بشرية، كنت معانا اليوم وانبسطنا جدا بنصائحك وبالفقرة كاملة. فقرات سيدتي مستمرة مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، هوس السعوديات بتسلق الجبال مستمر، وسيدتي تستضيف متسلقات كلمنجارو. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول الوجه.